ومن أيام كان معانا خبر حصري من الفنانة فيفي عبده، واللي أعلنت فيه من خلالنا عن عودتها للرقص مرة تانية بعد طول اعتزال. والنهاردة احنا معاها في المؤتمر الصحفي اللي أقامته وأعلنت فيه عن أسباب رجوعها مرة تانية. اولا انا ما اعتزلتش الرقص عشان اقول يا جماعه انا راجع تاني اشتغل، انا بشتغل لسه وما اعلنتش اعتزالي ولا قلت لا ما بشتغلش. وده كان اول تصريح للفنانه فيفي عبده في مؤتمرها الصحفي. رجعت للرقص عشان انا بحب الرقص وانا ما بطلتش الرقص، بس رجعت ان ابقى في حفله عامه ده معلش، لكن انا كنت في مسرح من سنه ونص. وسالها كتير من الصحفيين عن السبب اللي خلاها تاخد القرار ده. شوف بعد ما بقيت محبوبة قوي كده والأولاد الصغيرين ما شاء الله والكبار والشباب يعرفين يعني إيه فيفي عبده، فأنا حابة أكون أخد المكافأة السريعة. واعتبرت كمان إنها ما كانتش غايبة عن الجمهور. كنت عاملة مسرحية قاعدة من العيد للعيد بشتغل، يعني في جمهور، مش أول مرة أرجع للجمهور، ولكن أنا مطلوب مني لياقة معينة وأنا لازم أمارس ده في الحاجات اللي اختارها، بحب الرقص وهقدمه في المكان اللي اختاره. ويا ترى مين اللي شجعها على اتخاذ القرار؟ انا قررت مع نفسي، ما سالتش حد. اسال ليه لما بقول لك من سنه ونص كنت في المسرح؟ الله. وكشفت لينا عن اول حفلاتها في الفتره اللي جايه. راس السنه ان شاء الله حفلتين، وعندي حفله يوم 3 بمشيئه الله، هم دول بس، وبعد كده ارجع لكم تاني عند الباب الشهير، يكون بس الدنيا دفت عشان الدنيا برد. وكمان كانت خايفة من الحسد جدا. يمكن أنا محسودة عشان أنا متواجدة. الله هو أكبر، خمسة وخميسة.